الهمسة التي أريد أن أقولها لكم أحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالس هو وأصحابه في يوم من الأيام، فالتفت إليهم وقال: اشتقت لإخواني. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. إخواني هم الذين آمنوا بي واتبعوني ولم يروني، آمنوا بي واتبعوني ولم يروني، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعده. نسأل الله أن نكون نحن وإياكم منهم، اللهم آمين. النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق لك أخي، واشتاق لك أختي، أنه يراكم ويجلس معكم ويبادل أطراف الحديث معكم. اشتقت لإخواني، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع أنه النبي الكريم، مع أنه أفضل من وطئت قدماه الأرض، ومع ذلك اشتاق لكم في الدنيا وفي الآخرة. هو من سوف يشفع لكم بعد رضا الله عز وجل، سوف يشفع لكم في دخول الجنة عندما يقول: يا رب سلم، يا رب سلم، أمتي أمتي. سبحان الله العظيم، هذا النبي العظيم الكريم، أما اشتقنا أن نجلس بين يديه، أن نقبل يده، نقبل رأسه، نقول له الذي في الخاطر، نبين له حبنا له؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أستعجب وتعجب من بعض الإخوة أو بعض الأخوات الذي يحب الله عز وجل وأيضا يحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يعارض ذلك بقوله أو يعارض ذلك بفعله. يعني تقول له تحب محمد عليه الصلاة والسلام، أو تقول لها تحبين محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: نعم والله أحبه، ثم تجده يعارض كلامه فعله، وتجدها يعارض كلامها فعلها. يحب محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه ما يصلي أو مقصر في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تجده يحب محمد عليه الصلاة والسلام ثم والعياذ بالله يذهب ويخوض في أعراض المسلمين، إما بمعاكسات أو غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر وبين وقال: وإياكم الدخول على النساء، وحذر من هذا الأمر. تجدها تحب محمد عليه الصلاة والسلام هي وتؤخر الصلاة عن وقتها، تجدها تؤخر الصلاة: صلي يا بنت، صلي يا فلانة، طيب بعدين. أين الحب الحقيقي؟ تجدها تحب محمد عليه الصلاة والسلام ولكنها تجدها ربما دخلت في علاقة أو دخلت في شبهات مع شاب غريب عنها، ثم تقول: أنا أحب محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لجميع المؤمنين والمؤمنات أنهم يغضوا البصر وأن يحفظوا هذا اللسان الذي سوف يسألون عنه يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ لي ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فيجب أيها الأحبة أن نحقق الكلام مع الفعل. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الهمسة: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الهمسة، وأن يوفقنا وإياكم إلى أن نجعل أفعالنا وأعمالنا توافق أقوالنا وتوافق ما في قلوبنا من حب محمد عليه الصلاة والسلام، الذي هو حب لهذا الدين بلا شك، وحب لهذه الفطرة التي فطرنا عليها. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.